يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا أسمعنا قد يبعث سيد رب الخالق سبحانه وتعالى الرشول صلى الله عليه وسلم عنش قاعد يدن فين ذا الرسول ذي مثل المجتمع القريش رمينا رئيس كثم سن كل الحلم أم كارث حرجا دخل الدعوينس غسي إسكنزن جميع الأدلة ومنن يسزاخن باللي نغس حدا في ذا الرسول ولكن أثب على نام وهنا في جنة باش يخدم الدعوينس أي مثلا أم يخدم المشركين القريش باش حرجنا الرسول صلى الله عليه وسلم شجعنا سين دي المشركين القريش النضر بن الحارثة وعقبة ابن أبي معيط وجد المشركين شجعنا أهل مكة المدينة المنورة باش زرنا الوقت اللي قال سيثريب باش زرنا اليهود أثنى ستين غفل في محمد صلى الله عليه وسلم على من يسلم بالليل والثنين أهل الكتاب فغانا الزرم بشو أدينين أشد فكد الخبر فالرسول صلى الله عليه وسلم لأن ستاني إليهم ورقاس داكين غاية دعاية من إيش بالليل وذن فيهم إيش قاعدة سيدة ربين ده شو غيث نعمل ديس اليهود إسني سخف وران غفايدين أهل الكتاب زرم بالليل غادي يبعث سيدة ربنا الخالق سبحانه وتعالى من فين آخر زمان ذي وصلنا بالله في المدينة المنورة من كان قوى النخل الطبيعة من المدينة مرة عالم اليسو ذي كيف تروح الغادينا وجعلنا ديك سنة قالت يبعث سيدة ربنا أن فين أن آخر زمان أسمعنا وقرنس للمشركين أن دينا أن الأوس الخزرج قاعد ذن الأصنام ننس أدي بعد سيدة ربي ننهيما من آخر زمان أكن حرب وكن قتل قتل عاد وإرم أسمعنا أدي بعد سيدة ربي سبحانه وتعالى من في محمد صلى الله عليه وسلم ماشي نيسن أذق في نرام أرمي نريس أي مثلا ده شو الجواب زندران اليهود ان يثرب يسين المشركين كيش قاعد كفرش ننسى تصوتهم على الغرس اتسكسيم غير ثلاثة مسائل اتسكسيم افلي المسلم يقروحين دي الزمان القديم افغن الجميرنا ودوغينا وثقسي فرسني ذي العجيب قصة عجيبة دي سن فقد يوم تستنى النظام أفيون ورقاز طاف مشارق الأرض ومغاربها ولا شمكان الجنب دي القاعة أن يوث وفي السياسة النظام سقسيت غفى روح ذا شوف سبحان الخالق روح عند المشركين القريش يتمثل سن مش قالك النظر بن الحارث العقبة بن أبي معيط وغيب غير مكة المكرمة وخبرت والزناس المشركين القريشين في محمد صلى الله عليه وسلم أن الناس قد مستقسين ثلاثة مسالين خطرنا الناس اللي ماذا قلنا يرد الجواب غافيين في الأسئلة كي نحسوا بس الصح لأن في ذي الحق ماذا قلنا من ديارة وتسمى دارينا من دين أسمعت وقضاء غير مكة المكرمة سقسانت في كنس طرح ناس ثلاثة الأسئلة كي والرسول صلى الله عليه وسلم يسمون درس الجواب أزكام ولكن في محمد صلى الله عليه وسلم ودينا إن شاء الله أزكى نيم ودين زيلا لفلس الوحي يزن ديالا للجواب
وتكمل في مسات أكني أرمي إبضا 15 يوم ودي نزيل رفلس الوحي على خطر دي النار إن شاء الله. وذان المشركين القريش أي لكن تشكوا لكن إن ولدي حقق أذن الشك الديوان الصعد في محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كتب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتسم سقسينا شميم ودين زلالة فلس الوحي أشميم وديالة الجواب النبي مشريح صلى الله عليه وسلم أسميت عدام المدة يقيمة كنت قبل العلماء يتمثل سيدة ربي مجال النبي مشريح صلى الله عليه وسلم يا رئيس الجواب ونزل الوحي وقوين اسمي يا رام ذا الجواب للمشركين القريش ولكن إن بهثيد والبهثيد البه إن إيش ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وغور كتسعى وضد الدنيا أخر مغل كرام أزكى ودقرر إن شاء الله ولكن يثبتن القرآن الكريم غدي قارب اليوم ويدعو التفارس لربي النفيس وشبيح صلى الله عليه وسلم في الأول أرمز ديالاس الجواب في القصة من أهل الكهف أصحاب الكهف إزدينا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنيس أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إنيس جارد صح الفي أصحاب الكهف ثقسطا سن ذي العجب العجاب قلن يس معناه سمسل دي جمع إيه يقول إيه يتعجب العبد غير قيمة لا الآية تمثيل رب الخالق سبحانه وتعالى أعجب خالق السماوات والأرض سيدي خلقنا القعام سيدي خلقنا الجنوان سيدي خلقنا العبد الإنسان سيدي خلقنا الهواء التنفيس سيدي خلقنا الكون بإكماله أعجب وأكثر أكثر يجري تعجب العبد أكثر تقسيطا من أصحاب الكهف إذن يريز الجواب أولا أصحاب الكهف الوجين من الفيتياء يقرحون بالزمان قديم وثقسيطا سن قصة عجيبة وإن النظام اقطفن ذي المشارق الأرض ومغاربة هذه وهذا الجزء يقرس ويسألونك عن ذي القرنين إذا جزك والسؤال مستيثان غف الروح يريد سيد ربي الجواب ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا إذن فقسيت تمزولوت في ازديار لك سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من نبي شريح صلى الله عليه وسلم يقول وقينا بالموضوع عن الدرسنا أصحاب الكهف فجينا مثلا في ظلام الديوث الديوث التداث نهو الديوث التمديد الديون الزمان من بعد سيدنا عيسى عليه السلام وثبدي تقيمة تتشور ذو الكفر تتشور ذو الشرك عبدن الأوثان عبدن الأصنام عبدن أبو تزيرين عبدن أبو القطيجة أولا عبدن مرة نقوم خلاف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى هي الإمامة دخل الفتية دخل الرمزين المجموعة الرمزين أرسقص سيد ربي سبحانه وتعالى الإيمان وقارن دائما مثلا أهل السيرة في التاريخ لنا الرمزين ماشي للفقراء ماشي للمساكين ذي ثوشولين يسعان الزغن القصور الزغن الخامن القرن ماشي للخصاص إثنى دور نرمي في يوخرنا في المجتمع سن إجعل ذن الأصنام إجعل ذن مخلف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن أرسقص سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أرسقص للإيمان المزيناجي على حسب وقت دقار مثلا المؤرخين لنا ونسى علام لنا وتقوبها سن إذ كيس سيد ربي الإيمان غروية ونسل ماشي بالقصور ماشي بخمن القرانين ماشي بالشيء اللي يزدغن ويونسن
ولكن بالإيمان ذا عبادة شد ربي وحده لا شريك له. المزينة كي أشين يخذ مني في الحفلة مثلا يجرى أخذ مني يجرى قد من القربان يجرى قد من ما كان خد من لكن غير الأصنام زينين الجميع بلدان يعبدن يعبدن الأصنام في مغرب النسل ولكن أهل الإيمان مستحب درنا وقرد بالليغ إرزي لكي أمسى علينا لما تقوقها سنة ولكن إما دقود الوقتني يرخى من الحفلاني من كل يوم دشين سبان يديوفا ويوخاصين ويحذيرا لكن شما قال ذي الشرك يقول غير قيمة ذي مورثني أخذ من كان فغن تقوقها سنة من كل يوم يفغ دشين سبان يديوفا ولكن لم يدم لنا غير يوم ممكن ويجينيم أيها مثلا يا واد في الأساس إذا رب الخالق سبحانه وتعالى فقسلت يقرب نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذا رأى سيدة ربنا الإيمان إجزغن ويوزن إذا كدس سيدة ربنا الإيمان وإذا كدس فيه ينض قدري دي لها يقرب أرب طرغف ولو نسن ثبث ولو نسن غف الحق ثبث غف ولو نسن أفل وحدانيا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو وحده لا شريك له إمي دميين الجو برسن من كل يوم دشون السبان يديوفان وحذر لنا إلى حفلان إكرم إكرم ديون دي سنة بعد ثبعان تنين مرة ثبعان دوية لنا ننس سبحان الله ونزر لنا البطرة قال لي ضرور دخير إكتم ديتنا أمشي عف ذنب أم كل يوم دشي يعبد والجنس إلى رب الخالق سبحانه وتعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا ننسي ربي نسي ربي دي خلقني الوالد دي خلقنا القعان دي خلقني إلا نهرسل ونعب ذانا مخياف سيد رب الخالق سبحانه وتعالى وماذا قلنا أن نعبد من غير سيد ربي غير الله أقلق ذي فطر خذب أقلق نفق أبريد الحق أقلق نفق أبريد الصواب سبحان الله ننس الباقين القوم نغي عفذنه مخلف سيد رب الخالق سبحانه وتعالى وسعينا لكلام الدليل لكلام الحجام الدليل الواضح باش يعني أدف قلن تمسكتكين يعفذنا كسر الحق وجد يفطر يدير نغف سيد ربي مسكت في الغفين في الاثنين دقيقة سبحان الله كان يتمثل ومسفهانا نذقو قرسا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى دقاء إذ أول فتية إلى الكهف أول لهذا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى روح غير يوم الكهف يوم ذلك اكقر لك تمدي تنسا كل يوم الغار ذنا أملال غرس ونجمع الغرس ينمزين لكم ويجين يقولين يفطي يقولين هذا عبد المخيف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى واحد دارنا لما يتوى عبد مخلف وخلاق ديت مورة نسل وجان القصور دي الزغن جان الشين يسعى لكم جان المجتمع اللي يسعى لكم وروحي نغرف خيل الكهف البخي الغار خطر ليسع الشين يهنم الزخي بول المؤمن يتساوي الزخر البوليس غصب لقلام إذ يقوم كان إذا روحن ولكن يشو سعيد سيد ربي من كل يوم سن غصب لقلام إذ يق الغار نغي إلى لك ولكن لو نسن يوسع إذ مثلا وقال إذ الإيمان وقال إذ أهل الإيمان كان القبر إن شوية أنت ما قايدكش بالليم ذا حاجة غير ذيقا ذيني إقاذي المرة العيبة الدنيا أم الغني أم الفقير أم الجهد أو القضافا ولكن مركنا سرا أغمون ولكن قلنا لك الزخي المؤمن أسي الشوسع سيد ربي المد من البصر أسي الشوسع سيد ربي الصغير الروضة من رياض الجنة ولكن الكافر المشرك المنافق الفاسق أني قم بيمني ذي يقفلس وذي الصديق أكثر أكثر يتبذل إذن سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يقول لهيثم باش روحن غير كهفني الغارني ومن البليل سعد ربي ذي ساكن
للهمام ضربت لي تكن إذ هو الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فقالوا ربنا استوينا ولكن اعبد لكن وسخدم لنا شريك خاطر ما يخدم القوم نسخدم الناس شريك يزيد ربي يرد في الناس يكتب ذي كيف تقارن هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويقضي من أكثر من دي قرن يكتب غصيد ربهم سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم الشرك ظلم قرحان ولكن بيجينين روين فلاس روينا في الشرك روينا في الظلم روحنا الوالد لعب ذنسي لربي سلحق روينا سن إيمانا سن أكاكو إروين أهل الإيمان من رأي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في دينا إن يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شرف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن سبحان الله قيل الإخاذ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ينادي نادى الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي إجمال يوم يوم الوقت الخيار بين أن يكسب العبد أن يكسب الإنسان المسلم تسقط عليه المال أشي السبع القدران أن يتبع عن كان إلا الومان أذير ول سدينيس أذير ول ذي الثاني من المجتمعات من المجتمع أذير ول ذي الثاني من آخر الزمانية مثلا إذا الفاقي رول سن إيمان إسنا رسل سيد ربي وصبوية ونسن وزمانا العيش داخل المجتمع المشرك رول غلغاء غلكات أي مثلا غسكنين الكهف يضيق إلى الطيان إلى الضيق ولكن لا المهم ذريس على ليس على لكن دخل بوية ونسل أولا شواز نديد كان إيه رسل دوين إثنى دقيقا ذي كان في سقارا يفين أعلان رصيد ربنا نصر ربنا أولا كنشين من أولا كنين وحد وكن خدمة لشريك نظر إيه شر دقيقا خشي دقيقا الكون إيه دقيقا إذا خلقنا القاعة إذا خلقنا إذنوان إذا خلقنا كلش يا دقيقة من كل يوم نظرنا وقت الجرارة آتنا من لدنك رحمة صور كان يغزم لها ديك رحمة البشر ورسع على مسألة ديك رحمة صور دي المجتمع المشرك ولكن كتنين مثل رسي لكون سوى ذرا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا وجعل بالأمرنا ذا الفح ذي ينام ذا الخير العاقبة إلهام فشي يقرر العاقبة للمتقين سيد ربي سبحانه وتعالى يقرر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا الرقيم مخلف ديك شيء مثل المفسرون ويقرد ذا ذراني مقام الرقيم ويقرد الكهف مقام الرقيم ولكن قرد أهل التفسير الرقيم ذي المرقوم أما كان دينا القاتل ذي المقتول المعنى المرقوم ذي المكتول قال سيد ربي قواليس وصالة المرتفقين كتاب مرقوم كتاب مكتوب إذا قرد ديون اللوحة نغض العجر إقلانا في بورثن إلى الكهف يتشوك فيهم يسمون من الفتية جام برمزيانة جام يقول الله سيد ربي ما بخي الغارة جام كان يفضل إذا وليش العجب أم قرحة نزدخل تقصف من أصحاب الكهف ما لازم نتقرر أغل الآيات من سيد ربي سبحانه وتعالى كان يفضل إذا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يفكيز صورس الرحمن إير وزينا اليوم أكم ضيقا نزدخل للكافنين يبوث الندم ولا علي من هذا اليوم ولد تساكو إلى أنا في الدير السنية أنا ما بغن تسا 300 وتسع سنين 300 سنة أو تسع سنين يوثن الزدخل من الكهف اليوم أي مثل من عيث سيد ربي دي الطيام من عيث سيد ربي دي الديق
من عدم سبب بين جميع مقومات الحياة طلب ضيب لنا مثل ما قلنا عمل سيسي تمام أكل وين تطلب الإنسان البشري يعني دي ثوي ذا ثينز من عدم سبب بين الخوف ولاش الجسم يشمع غير من عين سيدي ربي دي القاعة وذن السلام يقول لبيت سيدي ربي سبحانه وتعالى وسعي لنا اللي زي سكار بقيت سنة سنة كنت لتبيت سنة وتسع سنين يقول لبيت سيدي ربي من عين سيدي ربي دي الحم وقيطيج وسن كشمال داخل شوينا ثنيه جن وذن من عين سيدي ربي ذي الخوف وكرب وين إذن نزعل أذنا يرولق في الأذن أفنزار دا شوف يرول وقبل ذي يوين وستكشم الخوف الحيوان المفترس غير ضخم باش ابني يشنا اصلا خذ نظر ويكشم يعني باش هذا ابن الله ابن عيد سيدي ربي وعاش 300 وتسع سنين اليوم اي مثل ذي الحياه اسمي بغى سيدي ربي سبحانه وتعالى باش انس عايش كان مثل يقال سيدي ربي فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا مدينا سنين عددا معناه باش يدل العوام اللي يحسب العدد شرود النفوس ولكن العوام مقرن مئات السنين 300 سنة وتسع سنين بيوثنا كنا فضربنا على آذانهم خزر كان أوياجين يسعمل إعجاز العلم الزخر المعنى ينسبلين سيدة ربي يوث أفسمع سن وستدنا خطر ما يتصل على كل شيء يس يتص إمس يحس أني شوزرتر أحب وتحريها ولكن سمعين سمع زلق الحوم ده شاب يسويني على مريطس ده سمعين ما سيول دي الأول ولكن مريني من العذياء يتصب سيد ربي سبحانه وتعالى من الحساسية دي السمع يتصب ده السلم مليح غصة عقدد دي سلالة خطر يتص يعيا ولكن مريني من العذياء يتصير ومغص الحساسية اللي انسده هي بعد قصة صورة الساعة لجمال دي الروان ولكن دقيقة فضربنا على آذانهم الحساسية من سن صبيت سيد ربي سبحانه وتعالى إلى أدنى المستوى من بعد السن نارا والسن وثنس ضرر الحس وثنس ضرر الصوت فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا قرب ثم بعثناهم من قبلنا المدة يجينا الإسنائيين يقال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا بل اسمني دي السكو سيدي ربي سبحانه وتعالى باش أنظم أن يواني قوية إكزمال ما دي زر أشحال قيمن ذي الزمن تذكر سنين سعودو كيلارا كيف مثلا خطر إلا نخاش لقو غرسين كل يوم داشي سيد أكي سيقار هذا نسدو غروس ولكن باش أهل زر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولد يفن أشحال إلقي من الزدخي الغرمي نضجر سيد مثل يخرج نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم وهدى سيد ربي سبحانه وتعالى يحكي التقسيطين سلحق خطر أين ديحك سيد ربي ولا الشكل جس ولي تسلك لديس أين لني النذيد أين أديننا ويبغل في دينهم ولقد يحوصل على الفلاس خطر ويسعى على مزايد كيف مثلا؟ وقد يتكلم العدد ده شحال وقدرنا شحال معناه ماشي العدد ديك يقن غصنا في فلس العلماء ولكن ماشي العدد ديك سعنا زي ولكن ذي العبرة ذي الدرس ديك سعنا زي كيف مثلا؟ المهم ذي الفتية ذي رمزين ومن السيد ربي وزيلس السيد ربي الإيمان بوية وصل يقض ورابطنا على قلوبه إذا كيس السيد ربي الرباط صدق البوية ونسان يثبث بوية ونسان غف الإيمان مادنا الرباط المرابط إذوين إمكسر السيد ربي سبحانه وتعالى يضبط أولي الزدخل يتقرع فيه بلي جميع تصرفات إليش ويثف غالا من يبريد السيد ربي كل شيء يدخل يبريد السيد ربي يقول لا إذا كان يقول أنت المرابط كيف مثلا ماشي ذكرت قدامنا إكتشيلي ويا نعم خريتشيلي الوراثية ويدو ذو الوراثة ويدو داخل دامن وكيف الرباطي لأنك تسيد ربي ما ليسع الإنسان الانضباط الزخي الحدود لسيد ربي سيد ربي سيقيحو يسيخدم جميع التصرفات يعتبر مرابط
أكن يفغوليني ذا بلكان نغد الشبحان نغد تمورثينا نغد تمورثاقين أريني في زمان محدد أريني في مكان محدد كيف ماذا؟ بالعلاقة إلا نقرس السيدة ربي يكتل الرباط يكتل الرباط أيضا إذن يقرب وربطنا على قلوبهم التفسير بين هو يوم غفل الإيمان بكيس أمر بقرب في مسجد سيدنا موسى نقول أن ربطنا على قلبها إن كادت لا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين سيدة ربطنا تفن أويسة يطفيتها باش وده الدرارة سل إيمان إسيف كسيدة ربطنا أويس وما غير قلنا ننطق في الدفن السابقية سيدنا موسى ما فينا الفرعون ولكن التفسير بين أوليس يربط غفوليس أكان يربط أصحاب الكهف أي مثلا كم ناس سيدار بين دوين دخل عن السماوات دخل عن القاعان دخل عن ونسمخ دبالا أشريك سيدار بين سبحانه وتعالى مولاش نفغي وفريد ماذا قال الخمس أشريك كيف مثلا لأنه هو كان ذو القمنا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة عبدن ماشي سيدار بين عبدن الآلهة عبدن الأصنام عبدن الكواكب عبدن المرام جال سيدار بين مشريح إنه أسعينا لهم خير الحجة على الدليل لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا أنا أقول دائما أكثر منك أن يستكذب غفصي ذا ربي الخالق سبحانه وتعالى كم يد مثلا أعتزل أني من سنة في القوم الإنسان أقول وين كان عفذان القوم الإنسان مخلاف سيدة ربي يقول هذا سيدة ربي مباشر روحا غير دخل من الكاف سيدة ربي سبحانه وتعالى غصما إلى الضيق غصما إلى الطيام غصما إلى الله ذا مكان إذا يقول العرب ما يكشم غير دخل ولكن سيدة ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله الرحمن سيز دخل وما إذا تزلتموهما ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أوندي في سيدة ربي ذا الرحمن أوندي في كلين هنينس أوندي في بينكم السفرة غروين أروين يتحمي كيف مثلا سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى يبعث في لسن أي كربوين أثني ضورا يقرر وطار الشمس إذا طلع تزاور عن كافين ذات اليمين وإذا غرب تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أبدي وزار العرب أن تجد مرد فل أدي فصبح أدي ففلس وينك إن أدي يسن ذي المنفع عنسن ولكن الزيادة عنسن سوى خاص ذربين وثم ديك له مثل هذه دين وين هذه دين ذي المنفع عنسن ولكن أسن توخار أسن وخار يطيج سوى النساء زمارة ذات نظر ونثن الزخر النعيلا يقال سيدة بذلك من آيات الله كيف ماذا؟ ويجانا يتجد ينحوما كنسي يعجف ولكن يقول له ابنيدا يقول له دي طيج باش أدينا ذي الخدمة من الفتيائي حشا من فعالة دي يسن صغرس ماذا عرضت سيدة ربي سبحانه وتعالى ذي السير أكي حافظ ذي العالمية هذي سجل سيدة ربي الإيمان وذي سخر الخلق مرة أقوى أكي دي سخر ماذا عرضت سيدة ربي أسخر الظلام الشريك إذا إنسان يجيه دون كيف ماذا دخل الفتيان الزخير جينا دخل المجتمع المشرك ولكن سيدة ربي في أرس قصنا الإيمان ويهدثني سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن وين يقضلي أنا وجزم أنا في جهده ومن يضلل فلن تجد له ولي المرشد وجزم أنا في جهده ما يضلل سيدة ربي عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله ذي المنافق رأس المنافقين يتسلم بفير الرسول صلى الله عليه وسلم السن القرآن الكريم دي ينزل سيدة ربي سبحانه وتعالى أشرف كتاب ويسلي في تسفرد الجميع أن أشرف نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسمع أيضا دي الدار بدي الشفر القرآن الكريم الجميس ويتزرد المسجد النبوي مثلا دخل الروضة المسجد النبوي ومع ذلك يمثل المنافق ويكشم الإيمان على دخل المويس على خطر يتصب الليل أن يجزم الذي يرشد يقرأ سيدة ربي سبحانه وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال ما تنتظر لك انا جعلهم اخيلوا التسميرا خطر قرن السيرة قرن بعض المفسرين إنك ما تنتظر اشوال ان الانسان شهيد غسل تصل ولكن الانسان ليت والانسان من بعد أشجعين والتسنانا وذ قلبن بلا الفغاو السلم قلبن الجهة ذي ينفس الجهة ذو زيمات وتستر القاعة أكشو من إنسان ثويا من العبد لبعيد عن جربين جي مؤمنين إذ مثل مريلين هذا الضارح ذو مطرح وتحرك هذا ماذا قلنا في قلب هذا بابيس شك ثلاثة سوية في قلب فيه ذي الجهة جهاد الفوز جهاد الزيمات سينيغري جهاد الفوز جهاد الزيمات سينيغري حشمة قلنا التوفى أكشو من إنس مرة إيجا طرح كيف مثل؟ ولكن أهل الكاف سيد ربي سبحانه وتعالى غسا كان تصني قلب بيثم سيد ربي سبحانه وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يقال وكلبهم باسط ذراعين خذر كان أقجون كرم وزرين الله يبدأ ذكر سيد ربي سبحانه وتعالى ويذكر ودي أولا أنا نسيد ذكر وخشو ذكر ما ذكر الله يون ديكسين بانك سان يسعى مخشون لغي يون النظم يتعامل دي شوية كم عشر بيجا يمن أنك يعني إذن دي طاع أفوس وخشونا كما من ديكشن كرسن ولكن المهم أقجون أي مثل يدد مع أهل الإيمان ويشرف في ربي الذكر في دي تسدر إلى قيام الساعة ذاكشون إدى مع أهل الإيمان إدى أقضي مؤمن إنسان الإيمان دبو يوسف سيدة ربنا في دين سبك كيف يرسل من ديودة أهل الكف أهل الكف أهل ديادة ديودة المؤمن إنك ديادة أقجوني إدى لك يرسل ده شاب دين الإنسان يعابد يعابد ونس إكرامي دي دربي سيعقل ولكن نسداء المؤمن أقجون إدى المؤمن إنك شرفت سيدة ربنا فما بالك بالإنسان مريد دو مع أهل الإيمان ذي جنود كان رزق ويحيى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كيف مثلا أبدا سيد ربي دون بذلك يحمي سيد ربي يقعد سيد ربي سيحق يكشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله سيحق كيف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل دائما يقول دائما في الدين وين يفدوني أريشهم سن الدكوين عادين أكنوا غني يقال يسين يقول ويقال يلحوه إذن أدي خارس ذرب الخالق سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصين ممكن يتفرق اثنين ما الشمل داخل الكهف اثنين يقيم إساس ذرب ليس وقشون لدينا يقال سيد ربي قبلس لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولا وليت منهم رعبا ما قلنا ذا السبري اللي عدد السينة ما بي خزار الرسل أذ يروي قبالة في كيس سيد ربي الهيفان أذ يروي وثي خشم الرعب ذا الخوف غسا كان تصل والقمة من الضعف أريسع الإنسان مريني الطس أريس حالك زمان استخدم الضرب وين وين تفضل يطس أين تفوت خدم دست ويش فقرة ولكن ويجي انتصن سوق ذرن سيد ربي ولكن سيد ربي هو فضيثن إذ كيس نربي لهي فاما يسوك يثني أكثر قوي ذاك ورطي سارة أكثر قوي ذاك يقعو السني منسن يسوك يتسارة سيد ربي النيس ومع هذا وخاصة كم يتصن هذه قال لو اطلعت عليهم ما انتوين لو ليت منهم فرارا أزلوا يغفل لسن وكي يشم الرعب تقويه وخزا كانوا في الحقيقة غير ما تتقيت سأسد يعني أصحاب الكهف ولكن ما نخزر دي الميدان دي الواقع أنا في بالي خزر العبد الحاجة كسخوية عن أن يخلع قبل من بعد اليرود الخلع ويتم زورد من بعد اليرود ولكن ذاين سألوا لغي تم زورد من بعد أثي يشم الرعب أثي يشم الخوف على الأخي بويس تسجل تسجل آيام أنسي دي ربي عكسس ذي أصحاب الكهف بادي مثلا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى اسمه ظن 309 سنين سيد ربي سوى اثنين فذلك سنستخيل الجوجل اسم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم
بعد الميدوكين فذان سبسكسين جوجل اسم ينتقديون ينسي شحالة كان ينقيم ذي الغراكي ينتقدوا أيضا نذان ينسي إيه واسنا كرا قوسان ذاكين على نظر بالهما في نينيسي النامة إيه واسنا كرا قوسان معناه يعني ذاكين المقرد القندوكان إيش يفعون غيار غراء ولاش كان الشيء بذن الجوين ولاش كان بوهيم نينسي قريين ولاش كان التموار وشمال يقضن يقضن ذي 309 سنين الشمال السنة يقضن حشر بقى عيمن شحال المدى غريا وضع ذي الحالة الطبيعية مو يستغرين لعبذة الشمال يسنة 309 سنين ما يعيشي كان ندات فوق مسال 100 سنة ما ذكرنا مو يستغير ذي وضع ذي ولكن ذاك ولاش ويغير على سيدة ربي كلا ذي سن وصعب باش الجديين ذي سن أما كانت صن إدوكين على خطر سيدي ربي سبحانه وتعالى يحبس الزمن في اللسان ويحكي ماذا في اللسان الزمن اما السموار اما الشيب اما سوء الغيار اما وين حال الزمن يحبس الزمن كان خطر الزمن تقول سيدي ربي خزرت في لا غادي تقصد يدي حكى سيدي ربي سبحانه وتعالى سورة البقرة او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام سيد ربي سبحانه وتعالى السجن يعذقين 100 سنة الزيلة اللي قالت بكر المكنة اللي قوعوين المكنة اللي قوكنا السجن 100 سنة ولكن من جوكيا يفد قال من لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ما يخزر الزين النينس ذو الصح بيتسنا ما يخزر المكر النينس ذو ريس كان كالوخ ويسن ما يقضى أسكى من الله بذارة خطر في الغيارة المكر النينس إذن سيد ربنا أحكام الزمان أخذ مثل يجاتين حوم كل عادة ما كان يتيقى أفزيلني ولكن في المكان اللي يحبس أحكام الزمان إذن وين أصحاب الكهف يحبس في لسن أحكام الزمان في 309 سنين أكن يغد صن إذكرن ذي شبابا ذي المصريين وصعب شيء مغيار ذيك سن شكور شن سن ذيكما في سنان لبثنا يوما أو بعض يوم يبسنا الكرب السن قالوا ربكم أعلم بما لبثتم حقنا إليس حشا سيقرديون ذيك سن كذا شيس دلس الجواب يقولنا إليس حشا ربين إكزران يغدي الصوت على الذكاء عشان تيك زران أشحال نقيم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف إن الشيء بعث يوندون سيدرين نجيون غير فنديت أغديوين مكلان خلاق اللوز 309 سنين واللوز نارا يحبس سيدر بأحكام الزمن في الأسنة وحوجنا شنو حوجنا سوين ولكن ميدوكين وفندي مانسون الوصل إذا كان دمان دي دري من يسن الفطا شجع يوم دي سنة ناس أصبح بعض دوقة بالمكلة إلا دي حيائي مكلة العين أو هي أغسين فعصرين لك غور كذلك فقم إن اسم ذلك النفقنا أذغر جمال أذغرنا أذغرنا في الدين سن الله سبحان الله أثر بحمية وثي سبحان الله أسمع بغن يقروح يقول المسانة وين يشجعنا دينا يكشم غير أروكو مرسل يشجع دوي مكان إفكي سيدر من إني سردينك عجلان يرفض بعد إفكي سيدر مني إذن من الفطان لأن سبحان الله إذن من يقول سعد دينا لثورة إذن من أقضي من شحال زمان فوق الخلاص أنسي تقول مي إذن من أقين أن إذن دري من الله دي الجوف نغيث نجع سبحان الله أني وانا في تحكو ذاك من بعد يدرس الفتية نعم إلى لكن نصدق الغار يروح أكوميرسيني ولكن نزدز نزل المكان يدويث غار مالك صورة تربية فوس الملك يزرف ويسكن يسيب المنين دي وكن بعد بس حكاية الحقيقة يولى بلي الفتية نعم يروحن الزمالك بعد 309 سنين وقبي وقبس سنين ودوغين لها اسمه نزل ديفكا الخبار نصف دينا يعين بلي يدوي ذاكني ويقوذني دائما يزراني مدوكا يمسن دي الغار ويويد الغار نغي قيمنا كان 309 سنين
ذينا فانت ثم سبنسن وهدر مرة من دن فلسن وكذلك أعثرنا عليه باش أرزم بالليما القدرة نسيدي ربيهم بالليما نسيدي إرادة نسيدي ربيهم يقول أولش كلام وين عفذن مخيف سيدي ربيهم يجزمان ذي تحكم ذي تودات أمذان نغذي تمسال من دونيث نسيدي ربي واحد لا شريك له سيدي خيقني نين دقيقني قاعون دقيقا لعباد هري عمرني قاعيه وضيع ضري سريع الدين ألا له الخلق والأمر وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها بادي مثلا من دغين غرغر من سيد ربي سبحانه وتعالى يخفض يا روح نسم وإذا كنين العباد نين الزران برينا من الزران المثل الرنس يمين الغرن أزرون باش وريش شمال الحد غرسن وذان الهدر نقوغرسن ننس فقالوا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم أن ثلث لس الكرام أنج عندي يقول التاريخ يتكمي سيد ربي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وإذا كان يتحكم دي الأمور قام السلطان الملك وإذا كان يحكم ننس أن يبنوا المسجد في الاسم والقرآن الكريم يحبس لهم سلطانهم ودي اعترضنا غفقه مبنون المسجد غفقه موثنا كان ولكن يتمثل القرآن الكريم ودي هذرره ولكن الشنة تهذره الرسول صلى الله عليه وسلم امن عد باش أذنون المساجد غف الموتى نغف نسعون الزخي للمساجد إلى قفرنا للمساجد ولكن الزخي للمساجد ويمكنا فقد عائشة رضي الله عنها ذي المخنين سان قالوا النبي مشبيع صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أذن على ربي اليهود والنصارى جعلن القبور للأنبياء ذي المساجد إذن إين هذا غفايا مثل مثل يقرأ سيدة ربي قبليس يقولون ثلاثة رابعهم كلبوهم بعد أتسمقين أشحاب يتسن إلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبوهم بعد يفقش وويق وبرس ثلاثة أو سبعة ضغجون ضغجونين سن بعد الناس ويقولون خمسة سادسهم كلبوهم دائما أغجونين إذ مثلا يتودى الاستخي خطر الدم من أهل الإيمان الشرف في سيدي ربي الذكر الذي يتودى رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم حشى سيد ربي نجعل من أشحال ينسن إينا أجد يرام إذن يتصبروا شبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجد يرام أهل الكتاب بشجع من صران أشحال أشحال ينسن إلان أستوقع ثلاث سنين ينسن غفتم سنين خطر ثم سنتقي حاشا ربنا قاعد لليش وتسعى لنا زي المهم ذي الدرس ذي العبرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا ما يعلم قد سيد ربي قواليس ما يعلمهم إلا قليل فلا تمالي فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا من بعد سيد ربي يعود بذي الأجر يحسن النبي صلى الله عليه وسلم إنيش ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله الرحمن يسعى سيد ربنا في النبي صلى الله عليه وسلم مشيت شويه كاين شي جديد ذام باش هذه دعات في مدينة مدينة ان شاء الله ولكن رمز ديال الجواب اصحاب الكهف اجدينا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الى ان يشاء الله وتقرا لها ما خير الناس كان حاجه ما يبغى سيد ربنا سنكرا هذا سيد ربنا ويجزمر لنا ديزار شاري خدمه زكا ويجزمر لنا ديزار باللي يجمل العدد يوم غير نبغي سيزكاني ويملي كالا دي المستقبل الشيء ولا دي الحابة ويملي كالا كوش بكوس نسيد ربان كوس نسيد ربان إلا كان يد مثلا أدن ذا بلال غيون أزكا أذا بغي يسخد مكذا وكذا يدس أتفق يدس نغذ التجار يدس أذي تعامل يدس ولكن ده شو مثل الكبر ذي العامل لا تخدم أزكا وش المال يليم وش المال
بمشان يدير الاسكانين ويسن منا كان هذا الزهر كان ماذا يدير الاسكانين ويسن ماذا قلنا غص الدرب أهتر هذا الزمان رسول حضر أرواس أهتر هذا الزمان الدرب حضر أرواك أهتر هذا الزمان ماذا شميهم أهتر إجمالي جدا وإلا جدا دويني قاعد هذا إذن حاشا سيد ربي إذن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا إذن حاشا شوف سيد ربي علي وضع العام غم وغنس ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا وقيم داخل الغار نيم الكافنين 300 سنة وتسع سنين إن سحاجة سيدي ربي إكزرع إذن تيدي إن أنا يدين إذن تيكس عن الغيب الغيب من السماوات الغرب الغيب إيه نوان إذن تيكزرع أين قاعدان إذن تيكزرع أين لام إذن تيكزرع أين يدون إذن العرب ذا شو يجمليك يدون ذا ذينش ورسعيد ذا شو يجمليك كل شيء فصل سيدي ربي سبحانه وتعالى أكام يدمثل إذن الإنسان تقول أدي عس دينيس ويجي ذير مزين ذير مزين يجمع الدين ذير مزين يكتب على بلد ربهم ذير مزين يخدم من الإصلاح الإصلاح يدو ذي ثمزين الدين يدو ذي ثمزين غسين يبغي عيشة الإنسان وفي فترة الحال مدام ودو بضرب عليك المتدى خذ روحينيس ولكن إرمزين شاب نشأ في عبادة الله كدقة الرسول صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله ونري لدي في سيد ربنا اسماء فكثيرين إرمزان ذكر الدين للعبادة سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى إذن إرمزان إيسعى ثمزين إسعى مزاني إيا قد يتصور به الدين إلا قد يساعد به مصير الدين كان مثلا لكن الإنسان ماذا قال لهم يقابغ في الدين يستخدم المجتمع من المجتمعات فاني بذا ذر من قر أدي فا ماشي الحاجة بزمالة في غير أدي فاصلة دي الملغة في الدين أدي منعس الدين كان مثلا في تيالي رونينا في موية سن رونينا في المجتمع سن روينا في الخصور اللي يزدغن روينا في الشيء اللي يسعنا فيهم وقاعد نغا في الدين سن ماشي نميز بين الزمن مثلا غيرا أفغيرا روينا سد دين سن وسيد ربي كرم مثل سر جنث أكان غير مثلا ولي يتكل العبد غا سيد ربي أفي عبد يخدم على غشري أبي يخدم دير الصلاح ذي لي دي لهنا ذا الرحمة للعالمين ذي يتكل غا سيد ربي ومذبوية ديال ولس الدين سن ديال ولس الدين سن كيف مثلا سيد ربي وثي صدق على سيد ربي وثي صدق على المهم الدين الأهم الدين كما مثلا تسيان يتقسيطا أصحاب الكهف أي مثلا أي مثلا ولكن العبارة تشرب العبارة تشرب الدروس أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.